بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور جميعا، أود في البداية أن أعرب عن بالغ التقدير للجمهورية الجزائرية الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الوفادة والجهود المبذولة لإنجاح هذه القمة التي يتزامن انعقادها مع ذكرى ثورة التحرير المجيدة في هذا البلد المناضل العروبي العزيز. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس قيس سعيد والحكومة التونسية على ما بذلوه من جهد خلال رئاسة تونس للدولة السابقة ومساعيهم المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك في مرحلة عصيبة من تاريخ أمتنا. وأود التعبير أيضا عن تقديرنا لجهود معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط وكافة مساعديه وكادر الأمان العامة لجامعة الدول العربية ومواقفهم في الدفاع عن مصالح شعبنا وأمتنا والأمن القومي العربي. واسمحوا لي إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أن أعرب لكم عن عميق امتناننا لوقوفكم الثابت إلى جانب شعبنا وقيادته الشرعية على أمل أن تمثل هذه القمة تحولاً حاسماً نحو استعادة الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها في بلادنا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، كان يحدوني الأمل في أن أحمل إليكم من بلدنا المنكوب أخباراً سارة بعدما حاولنا مع حلفائنا وشركائنا إحياء مسار السلام بالموافقة على الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة وتمديدها لفترتين متتاليتين. في خضم ذلك الزخم لمسار التهدئة المدعوم واستجابتنا الكاملة لكافة بنود الهدنة سادت روح جديدة من التفاؤل في أرجاء البلاد بعد 8 سنوات من الجمود والحرب. لكن هذا الأمل سرعان ما تبدد كما كان متوقعا عندما اختارت الميليشيات الحوثية الإرهابية مجددا التصعيد على نحو غير مسبوق تماهيا مع استراتيجية النظام الإيراني التوسعية في المنطقة. ففي غضون 6 أشهر من الهدنة المنهارة وهو عمر مجلس القيادة الرئاسي الذي أتحدث باسمه اليوم نيابة عن إخواني أعضاء المجلس والشعب اليمني، التزمت حكومتنا بكافة شروط الهدنة وما تزال ملتزمة بها حتى اليوم رغم رفض الميليشيات الإرهابية تجديد الهدنة وعدم وفائها بالتزامها المتعلق بفتح طرق مدينة تعز المحاصرة منذ 7 سنوات. وكانت آمال شعبنا تتطلع إلى خطوة أخرى في مسار السلام تعود بمزيد من الفوائد لشعبنا اليمني من خلال تجديد الهدنة لمدة 6 أشهر إضافية متضمنة وجهات سفر جديدة ودفع رواتب الموظفين وفقاً لكشوفات عام 2014 في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الإرهابية. لكن تلك الميليشيات تهربت من هذه الاستحقاقات برفض تجديد الهدنة واستهداف مينائي الضبة والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة في عمل إرهابي أدى إلى وقف صادرات المينائين الحيويين سعياً منها لإغراق البلاد في أزمة اقتصادية وإنسانية شاملة وإعاقة عجلة الإصلاحات الخدمية والمعيشية التي بدأها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة خلال الأشهر الماضية من عمر المجلس. وفوق كل ذلك ما تزال هذه الميليشيات تعلن عن تهديدات يومية للمنشآت الاقتصادية الوطنية والبنى التحتية المدنية في عموم اليمن ودول الجوار التي كانت في صدارة قيادة الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية وفقاً للمرجعيات
المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2216. ولهذا بادرنا إلى تعديل استراتيجيتنا للتعامل مع هذه الجماعة المتطرفة بتصنيفها منظمة إرهابية، وندعوكم أشقاءنا الكرام لفعل الشيء نفسه بناء على الوقائع وتأكيدا على قرار مجلس الجامعة العربية رقم 8725 على مستوى المندوبين الدائمين الصادر بيناير 23 يناير من العام الجاري، والمصادق عليه في وقت لاحق من قبل المجلس الوزاري الذي يطالب الدول كافة بتصنيف هذه الجماعة منظمة إرهابية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، إنني على إدراك بالتساؤلات والمخاوف التي يطرحها البعض بشأن تداعيات التصنيف الإرهابي للميليشيات الحوثية، لكن هذا التحول في استراتيجيتنا للتعامل مع هذه الجماعة يراعي تلك المخاوف وفق آليات مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق والواقع الاقتصادي والاجتماعي والشواغل الإنسانية والقيم والمبادئ والمصالح المشتركة التي تأسست عليها هذه الجامعة قبل 77 عاماً. ومن بين تلك الحقائق أن هذه الجماعة الإرهابية تسببت في مقتل ووفاة نحو نصف مليون يمني بينهم نساء وأطفال، وشردت حوالي 5 ملايين آخرين في أنحاء البلاد وعبر الأقطار والقارات، وزرعت ملايين الألغام والعبوات والمتفجرات المحرمة دوليا، ودفعت بآلاف الأطفال والشباب جنودا إلى محارق الموت، وشرعت في تجريف هويتنا الوطنية، وسحقت الحقوق والمكاسب المجتمعية ومناخ التعايش والتعدد الذي ساد بلدنا على مر التاريخ. إضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 80% من أبناء شعبنا ينتظرون اليوم المساعدات من الوكالات الإغاثية في ظل تعنت الميليشيات الإرهابية ورفضها كل الجهود والمساعي الحميدة لإحلال السلام ووقف الحرب وإنهاء المعاناة. وعلاوة على ذلك، تتباهى هذه الجماعة الإرهابية باستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية في اليمن وعبر الحدود، وتطوير أساليب إرهابية لتحديد الملاحة البحرية بدءا بالزراعة العشوائية للألغام في الممرات الملاحية الدولية، ومهاجمة الناقلات التجارية بالطائرات المسيرة والقوارب المفخخة والصواريخ الموجهة، وصولا إلى أعمال القرصنة واختطاف السفن والمناورة والابتزاز والتسويف بإنهاء خطر الخزان العائم للبترول صافر والذي تهدد بكارثة بيئية كبرى في المنطقة. وحتى تلك الفوائد المأمولة من الهدنة الإنسانية عملت الميليشيات الإرهابية على تقليصها بمنع النساء من السفر عبر الرحلات الجوية، واستمرار رعاية الأسواق السوداء للمشتقات النفطية رغم السماح بتدفق مئات الآلاف من أطنان الوقود. وعلى مدى 8 سنوات تنصلت الميليشيات الإرهابية عن جميع التزاماتها بما فيها اتفاق ستوكهولم الذي يشمل إطلاق سراح آلاف المحتجزين تعسفيا والمختطفين والمخفيين قسرا، بل ذهبت إلى الإفراج عن المحكومين بقضايا الإرهاب في تخادم صريح مع تنظيمي القاعدة وداعش. ولهذا أيها الأخوة، فإن الخسائر الحقيقية الناجمة عن هذه الحرب والرؤية الإرهابية الحوثية بشأن المستقبل لا يمكن أن نحصرها فقط بعدد القتلى والمدن المحطمة، ولكن أيضا بالأرض الملغومة وفرص وأحلام أجيالنا الضائعة وهويتنا وأمننا القومي المحفوفين بخطر تغليب مصلحة النظام الإيراني على حساب مصالح شعبنا وأمتنا العربية. ولذلك فقد آن الأوان للقيام بعمل عربي جماعي في اليمن يتصدى للمشروع الانقلابي التخريبي القائم على الخرافة والعنصرية، ومحاولة سلخ بلدنا عن نسيجها الخليجي والعربي وتحويله إلى نقطة انطلاق إيرانية لتهديد الأمن القومي العربي وإمدادات الطاقة العالمية.
إن حرمان هؤلاء الإرهابيين من ملاذات آمنة ومنابر تعبوية وتجفيف مصادر تمويلهم وتفكيك إيديولوجيتهم الخادعة سيكون بداية الطريق لهزيمتهم واستعادة مسار السلام الحقيقي والمستدام، على أن ذلك لن يكتمل دون مواجهة وعزل النظام الإيراني الذي يمنح هؤلاء الإرهابيين الملاذ والسلاح والمال والدعم الإعلامي. وإنني أغتنم هذه الفرصة والقمة الرفيعة لقادة أمتنا العربية الكرام للتأكيد على ضرورة دعم كافة الجهود لمنع التدخلات الإيرانية المدمرة في شؤون بلدنا، بما في ذلك التصدي لشحنات الأسلحة ونقل الخبرات العسكرية والأفكار الهدامة التي توثقها أدلتنا الدامغة والتقارير الدولية المتعاقبة. واسمحوا لي انطلاقاً من روح هذه الحقيقة أن أتحدث بمنتهى الصراحة أنه لم تكن لدينا أي مشكلة مع إيران وشعبها الذي يتحمل الآن كل المتاعب الناجمة عن مغامرات نظامه العبثية. إن مصلحة إيران هي في الشراكة مع جيرانها والمجتمع الإقليمي والدولي والتركيز على خدمة ورفاهية مواطنيها والكف عن تبديد مواردهم ومقدراتهم فيما يزعزع أمن واستقرار وسيادة الشعوب والدول. إن الكلمات وحدها لا تكفي أيها الأخوة لوصف حجم المخاطر المحدقة بأمننا القومي، وهو ما يتطلب منا حشد كافة الطاقات والعمل بيقظة تامة على مدى السنوات المقبلة، لأنني أدرك تماماً أن ما يواجهه اليمن اليوم وبلدان أخرى في المنطقة هي تحديات مشتركة، وفي حال تقاعسنا عن التصدي لها فسيلحق بنا الضرر جميعاً دون استثناء. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة الحضور جميعاً، يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية بالغة التعقيد، وفي المقدمة الحرب في أوكرانيا والتغيرات المناخية وتداعياتها على أمننا الغذائي، وخصوصاً أقطارنا التي تشهد نزاعات مسلحة وأزمات إنسانية من صنع جماعات متمردة على الإجماع الوطني. وقد كانت استجابة هذه القمة الموقرة لملف التحديات المحدقة بأمننا القومي عملاً رائعاً، حيث تتطلع شعوبنا إلى معالجة جماعية لتأمين غذائها والحد من التداعيات هذه الأزمات المتشابكة على مستويات المعيشة والتدفق الآمن للغذاء والسلع الأساسية. ولا شك أن تداعيات هذه المتغيرات كانت أكثر وضوحاً وتشعباً وعمقاً على أمن الغذاء في بلادنا الذي يستورد نحو 45% من احتياجاته للقمح الأوكراني والروسي. ولذلك فإنني أضم صوتي إلى الأصوات الداعية لتفعيل دور مؤسساتنا العربية المشتركة بما فيها ذلك البناء على المبادرات والمقترحات الرامية لإنشاء تكتل اقتصادي ضامن للأمن الغذائي العربي والحد من الآثار المدمرة للأزمات الدولية الراهنة، خصوصاً على البلدان الأكثر هشاشة، كجزء من استراتيجية عربية شاملة للتنمية والاستثمار في مواردنا المتاحة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات الحضور جميعاً، بعد أكثر من 7 عقود على تأسيس هذه المنظمة العريقة ما تزال فلسطين وستظل قضيتنا الأولى ورمز لأطول نضال في التاريخ من أجل الحرية والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المنشودة. لذلك فإننا نجدد التأكيد على موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية العادلة التي ستحظى بدعمنا السياسي الكامل في مختلف المحافل وفقاً لحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارة الشرعية الدولية ذات الصلة، كما تؤيد الجمهورية اليمنية حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ونلتزم كعضو مؤسس للجامعة العربية باستمرار دعمنا للجامعة والترحيب بكافة المبادرات لتعزيز مكانتها كمظلة وبيت لكل العرب وفضاء مشترك لتوحيد الكلمة وتنسيق الجهود حفاظاً على مصالح أمتنا وازدهارها وأمنها القومي.
وإنني أجدها مناسبة في هذا السياق للتعبير عن امتناننا العميق لأشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين سالت دماء أبنائهم معنا دفاعا عن أرضنا ومصالحنا ومؤسساتنا وإعادة بناء خدماتنا وتوحيد صفوفنا والذود عن الأمن القومي العربي، تأكيدا لمعاني التضامن والتكامل الذي أكد عليه ميثاق جامعة الدول العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الإخوة والأخوات الحضور جميعا، لقد كان من دواعي سروري أنني التقيت بعدد من الزعماء والقادة المتواجدين معنا هنا اليوم، وإنني وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة نتطلع إلى دعمكم جميعا لجهود استعادة مؤسسات الدولة في بلادي وتخفيف المعاناة الإنسانية وإقرار الآليات الجماعية المناسبة على هذا الصعيد. وبعون الله ستمثل هذه القمة في أرض الجزائر، أرض المليون شهيد، بداية لصنع التحول واستعادة الريادة العربية، وأن يتم تذكرها باعتبارها قمة السلام والتضامن ولم الشمل والموقف الحازم لحماية مصالح الأمة العربية وأمنها القومي. كل الشكر لكم مجدداً أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وكل الأمنيات بالتوفيق والنجاح لهذه القمة لما فيه خير وازدهار الأمة ومصالحها المشتركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.